السلام عليكم، معكم محمود. عندنا في روسيا، وما اقول لك عندنا يبقى عندنا، ان انا هنا قاعد في روسيا فعندي هنا. عندنا هنا في روسيا الناس بتحب قوي حاجات تعتبر احلام بالنسبه للناس، بينما هنا تحقيقها عادي جدا. يعني هنا مثلا انت عايز تجيب عربيه، في دول مثلا اوروبيه ولا حاجه، ايه عربيه ب 1500 يورو وتجيب عربيه نص عمر وشغاله عادي جدا. هنا في روسيا برضو حاجه شبه كده، اللي هو انت عايز اي عربيه والسلام. في العربيات اللي هي القديمه اللي ده اللي مش عارف، في عربيات ب 70000 روبل، في عربيات ب 80000 روبل، في عربيه ب 300000 روبل، بس وقتها كانت عروسه. في الموديل بتاعها اول ما نزل كانت مش عروسه، كانت ملكه العربيات. مثلا فيها مثلا حاجه كانت مشهوره، كانت التويوتا كراون. دي ما نزلش منها كتير في العالم على ما اتذكر. تويوتا كراون دي كانت كراون بقى، يعني عارف حاجه كده مسخره من جوه الصالون بتاعها. ونزلت معظمها روسيا دركسيون يمين مش شمال، ومعظمها نزلت اللون الابيض، وفي لون اسود وكحلي بس اللون الافقل وكريم كده، لكن الاشهر كان اللون الابيض. ففي عربيات كده كانت عروسه ياما، تيجي تشتريها دلوقتي تلاقيها مثلا 350000 روبل، 400000 روبل، 500000 روبل لو حسب حالتها يعني. وما شاء الله معظمهم بحالتها، عربيات كويسه محترمه يعني. فممكن ده حلم بعيد، لكن بالنسبه للناس هنا لا، مش حلم ولا حاجه، عادي. يقول لك لو معيش حتى ال 300000 تمنها، خد قرض من البنك وادفع على 70 سنه حاجه كتير كده، تدفع لك مش عارف في الشهر 2000 3000 روبل قسط، وادفع مقدم مش عارف قد ايه وخلاص، وخد العربيه. فدي حاجه كمان، ان بيحبوا العربيات العاليه. ففي برضو ناس عندهم حلم ان هو نفسي يبقى عندي عربيه عاليه. العربيات العاليه كلها غاليه، هنا مفيش مشكله. في ارخص عربيه عاليه شويه نسبيا في روسيا، اللي هي تشيفورلي نيفا. العربية النيفا العادية اللي انتوا عارفينها دي، شكلها مخنشرة كده وبتاع. النوع بقى اللي هو التشورلي بتاعها اشيك شوية، بس هي تقريبا نفس المكونات حاجة زي كده. دي لو جبتها مثلا الموديل 2009 2010 2011 ممكن تلاقيها ب 200000 روبل، 250000 روبل حسب حالتها برضو، وحسب. وطبعا قطع غيارها في كل حتة، وكل الناس عارفة بتتصلح ازاي، وعارفين اولها من اخرها. كانت هي دي حلقتي، عايز اقولك بس ايه شوية معلومات كده عن طموحات وامال ناس في روسيا عندنا بنحققها كده سهله يعني مش بعيده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير بحمد الله. السلام عليكم. امين.